شفنا صباح فيه مشروع تاع إخوة راح يستثمروا 200 هكتار في الجيومومبران، معناتها يستغلوا المياه السخونة هذيك باش ينتجوا الطومات سوريز وتاح في ديسمبر جانفي. ومن درك على بالي وقالوا لنا في المشروع تاعهم من درك باش في 2018 عنده اللي راح يشري عليه ماكدونالد، تفاهموا معاه باش الطماطم تاع الواد تتصدر الشارع. هذه هو المستقبل، هذه الحقيقه. عودتكم بالصراحه وانا صريح، حكومتنا تكلم بالصراحه والرئيس بوتفليقه يحث علينا بالصراحه واتم الصراحه، ما عندنا حتى حاجه نخبيوها في الشكاره. اللي كاين كاين، اللي ما كاينش ما كاينش. اليوم كثير من الاخوه داخلوا من حقهم، هما مشكورين، نطالبوا حقيقه نطالب، ولكن امكانياتنا اليوم ما نقدروش، من المستحيل نغطيو كل متطلبات جديده. الواد اول ولايه في انتاج التبغ، وحنا مازال نستورد التبغ. ولما زرت الصبيحه سوف ناخذ قرار ونبعث الرئيس المدير العام تاع الشركه الوطنيه للتبغ باش يدعم ماليا كل منتجين للتبغ، ونخلق شركات ما بين الفلاحين والشركه الوطنيه للتبغ، هكذا نقوي في الانتاج، ندعم الانتاج